بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في شرح جديد لبرنامج ويفاو. طبعا أحبائي الكرام، برنامج ويفو هو برنامج لنقل الملفات من الآيفون طبعا، وليس إلى الآيفون بس، بل من الآيفون إلى باقي الأجهزة وكافة أنواع الملفات وعبر تقنية واي فاي. يستخدم برنامج ويفو بروتوكولات الاي بي. راح نبدأ ان شاء الله باستعراض البرنامج. طبعا البرنامج ما راح ندخل عليه لان ما بينه شيء غير الكونتاكتس والهيلب وغيره. فمباشرة راح ندخل إلى ملف ونشاركه ونشوف طريقة سحبه إلى الكمبيوتر. للتنويه، الطريقة أيضا تعمل إذا تنقل ملف من جهاز آيفون إلى جهاز أندرويد. الآن بسم الله راح نبدأ. تقليم قيد تشغيل. بسم الله نطلع عسى الشاشة الرئيسية. مظلم برو. زين. الشاشة الرئيسية. الرسائل. عسى ندخل إلى نجيب ملف فيديو. فيديو نجيب ملف فيديو. الشاشة الرئيسية صفحة 1/15، صفحة 2/5، وايبر مجلة ويرغانا ويجت واي فاي تايب في بي اس ويفو صفحة 1 فاك توربو دي ال الاعدادات. او ما راح اجيب ملف فيديو، لا اخاف يفصل التسجيل. راح ندخل على اي اكس اي داونلودر. اي اكس اي داونلود هو مجاني، كان لفترة محدودة ورجع. Enter one of the below addresses on web browser. Is it enter HTTP 1.9.8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 .9
نيم وباسورد، ما تفتح الصفحة إلا يوزر نيم وباسورد. Boss Jack Junior. حط لي نصب. Choose an username and password. ها. Choose username or password. Next. Space. Next. Choose an username. حط لي نصب. Password. I mean. Okay. Zip. User. Username. Choose an username. Next. Space. Next. I mean. حط لي نصب. جارية تحرير. نمط الحرف. Okay. Zip. Okay. Finish. Zip. Finish. Password is on. Zip. Password is off. HTTP. هاني راح أفتح هذا الآي بي بالحاسبة. TN equals spell HTN equals normal. Start قائمة running application Apple software update. زر قائمة الفرعية Microsoft نقطة 2015. Microsoft folder view قائمة NVDA 14. إلى اللقاء. طبعا هذا الـ NVDA عندي علق بس عم يفتح.
الجديدة. مربع تحديد محدد غير محدد name return. مربع تحديد محدد غير محدد name return. مربع تحديد محدد غير محدد name iCloud Windows version. مربع تحديد محدد غير محدد name return. Mozilla Firefox. طبعا كل جهاز وحسب الاي بي راح تجيك صفحة نشوف ايش بيها. طبعا نطق نسحب ملف مضغوط هذا فايل اللي بينه كلمة فايل هو هذا الملف اضغط عليه. شوفوا خلال ثانية يعني سرعة النقل 4 ميجا بالثانية. هذا 4 ميجا نزل بثانية سرعة جدا فعلا. فتح المجلد ابلكيشن جانا ابلكيشن 5 ميجا. طبعا الطريقة حتى تفيدك اذا مثلا عندك مجموعة ملفات بعد ما تنتهي. طبعا ملاحظة لا تسد اللائحة هذه الا ان تكمل نقل الملف وينقل بعدين تدوس فنش وتنهي. طبعا ايش كنا نحكي انقلكم يعني لا تفتحون ايش كنت اقول والله حتى نسيت يعني. المهم تحياتي لكم هو برنامج جدا empty card ثمانية boss job junior card look mic lock is off. البرنامج جدا جميل وجدا روعة اللي ما منزله بحسابه أنصحه أن يقتني لأن برنامج حلو وجدا روعة. وذكرت المعلومة اللي حبيت أذكركم إياها ونسيتها المعلومة تقول أنه يمكنك من تحديد عدة ملفات يعني تحدد عدة ملفات حسب كل برنامج وين الإدت ماله والتحديد تحدد ملفات بعدين ترجع تعمل له شير وتشاركه عبر هذا البرنامج. لما تدخل على الصفحة تقول له download all وراح تجيك الملفات كلها وتبدي تحملها بالداونلود مانجر. تحيات أخوكم يوسف العزو من العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء.